عندما نتحدث عن الفن والرياضة والنجومية فإننا نتحدث عن سيلفستر ستالون. إنه الممثل والمخرج والمنتج الأمريكي، يطلق عليه لقب الحصان الإيطالي. اكتسب شهرته الكبيرة من خلال سلسلة أفلام روكي التي ظهر فيها كملاكم، وترشح عنها لجائزة أفضل ممثل رئيسي في مهرجان الأوسكار، وذلك في عام 1977. ثم انطلق لكي يصبح ملك أفلام الأكشن في هوليوود. ولد مايكل سيلفستر ستالون يوم 6 يوليو عام 1946، وذلك في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة، لعائلة إيطالية، ولديه أخ واحد فقط. بالرغم من بلوغ ستالون أكثر من 60 عاما إلا أنه ما يزال يحافظ على رشاقته الجسمانية بشكل لا يجعله يبدو أنه وصل إلى هذا السن. بدأ الفنان الأمريكي سيلفستر ستالون مشواره الفني مع التمثيل عام 1970 The Party at Kitty and Studios، والذي قدم به دورا صغيرا لم يحقق نجاحا كبيرا. ثم اشترك في حوالي 8 أفلام لم يكتب لها النجاح أيضا، حتى شارك عام 1976 في فيلم كانابل ليكون بمثابة أولى خطواته نحو البطولة السينمائية. جاءت البداية الحقيقية لسيلفستر، والتي ساعدته كثيرا في الحصول على خطوته الكبرى نحو النجومية، من خلال الفيلم السينمائي روكي الذي حقق أرباح بلغت حوالي 117 مليون دولار، مما شجعه على إنتاج سلسلة من 6 أجزاء لنفس القصة، وحققت نفس النجاح. في عام 1982 كان الفيلم الثاني الذي حقق مبيعات ضخمة لسيلفستر ستالون تحت عنوان رامبو، فقرر استغلال ذلك النجاح من خلال تقديم سلسلة من هذا الفيلم وصلت إلى 5 أجزاء وحققت أرباحا عالية. أصبح الأمريكي سيلفستر ستالون من أشهر نجوم الأكشن في هوليوود، خاصة عقب مشاركته في مجموعة من الأفلام الرائعة مكنته من استقطاب عدد كبير من المشاهدين. أصبح الأمريكي سيلفستر ستالون من أشهر نجوم الأكشن في هوليوود، خاصة عقب مشاركته في مجموعة من الأفلام الرائعة مكنته من استقطاب عدد كبير من المشاهدين. ويظل سيلفستر ستالون أسطورة حتى وقتنا هذا. قناة ثقافة HD، معا القضاء على الجهل. هذه النظرة الجادة والخطرة ليست من فراغ، فقد عانى جيسون ستاثام حتى يصل إلى مهنة التمثيل. أولا مكان الميلاد، ولد ستاثام جنوب لندن من أب مغني ومصدر.